لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود في معهد دراسات موسيقية العراقي في بغداد. أرحب بكم أجمل ترحيب، واليوم احنا عدنا نسم علينا الهواء من مقام الكر طبعا للفنانة الكبيرة فيروز. وقبل ما أبدأ أحب أنوه على الدورات الموسيقية، سواء تحب أنه تتعلم غناء أو سواء تحب أنه تتعلم آلة العود، هذه الدورات هي عبارة عن 8 محاضرات شهرية. مدة المحاضرة طبعا ساعة، واشتراك شهري أونلاين يعني مباشرة بالإنترنت، ما أني وأنت مباشرة، وموجود رقم الواتساب اللي هو أسفل الفيديو، ممكن أنه تحب تتصل بيه حتى تحب أنه تعرف قيمة الاشتراك الموجودة، وهي سعر إن شاء الله لا بأس به، يعني سعر رخيص حتى نقدر ندعم أكثر شريحة من الشباب والشابات بأنه يتعلمون الغناء والعود. نلاحظ أمامكم الآن في النوتة نسم علينا الهواء نفس الطريقة السابقة، راح أقراكم إياها بطيئة حتى تتعلمون. أنا أخذها طبعا دائما على مود صوتي أو على مود الطبقة، هي ريميرا هي هذه، فأنا راح أخذها بالطبقة بطيئة على مود واطية، على مود أنه أقرأ لكم فقط صوتيات حتى أنت تسجل يمك وتقدر تقرأها. رامي ردو رامي ردو رامي، شوف هنا رامي فا صل صل فا فا ممي ررري ردو رامي دو سي دو سي دو ري سي لا صل دو سي سي لا لا صل صل فا فا ممي ررري، يعني راح تسندك دو سي سي لا لا صن صل فا فا ممي ررري ريمي ردو، وهكذا راح سندك ريمي ردو ريمي ردو ريمي، شوفنا ريمي فا صل صل فا فا ممي ررري ردو ريمي دو سي دو سي دو ري سي لا صول دو سي سي لا لا صول صول فا فا ممي ررري اس. هنا راح يصير عندنا طريق، راح يصير عندنا العزف كالتالي بالعود وعلى الطريقه اللي انا قلت لكم بيها، راح يصير عندنا هنا بعرف اعزفكم اياه بطيء. هذه إخواني أعزاء، هذه هي طريقة العزف بالعود، وأعطيتكم إياها بس بالمقابل قبلها تعزف سلم الكرد اللي موجود دائما وعندي موجود في الفيديو في أغنية أنت عمري، عازف سلم الكرد بالإضافة لفيديوهات الموجودة، ممكن أن ترجع لهذاك الفيديو وتشوفه كيف أنه تعزف السلم السكيل أول مرة صاعد نازل. يلا تبدي بالأغنية، أتمنى أنه أعجبكم الفيديو، تحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. وإضافة لنا هذا الموضوع هو موضوع مهم، أنه اللي يحب يشترك بدورات الغناء أو دورات التعلم العود يتصل بالواتساب وأنا حاضر. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.